وللمزيد حول الغضب الشعبي المتزايد ضد الحكومة في بغداد على خلفية فاجعة مستشفى الحسين الجامعي والتي راح ضحيتها المئات، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات حسن هادي. أهلا بك معنا سيد حسن. حياكم الله أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيد حسن، يعني لجنة الصحة النيابية تقول إن حريق مستشفى الحسين مفتعل وجريمة مدبرة، كيف يرى المتظاهرون هذه التصريحات بداية؟ نعم، في بداية الأمر أعزي نفسي وأعزي عوائل ضحايا هذه المحرقة التي تكون سلسلة من سلاسل الجرائم بحق الإنسانية وبحق الشعب العراقي، وبالأخص في محافظة ذي قار، هذه المحافظة المنكوبة التي قدمت التضحيات والتضحيات. وأقول لهم إن فسادكم قد أسكن أنوفنا وقد بلغت الأنفس الحناجر، ولم نعد نحتمل ولم نعد نصبر، حتى الصبر مل منا، حتى الصبر عجز من عدنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أين نعطي وجوهنا؟ إلى من نلتجئ؟ إلى من نناشد؟ ناشدنا وطالبنا، كان بالإمكان أن يرسلوا لجانا قبل أن تحدث هذه الكارثة للوقوف على واقع المستشفيات المتردي والبنايات الحكومية المتهالكة، البنى التحتية. صرخنا لمدة سنتين وقلنا إن البنى التحتية متهالكة، إن ذي قار منكوبة، إن هذه البنايات لا تصلح للاستخدام. طيب البشري سيد حسن، يا حب. نعم أستاذ. سيد حسن، برأيك ماذا تريد الحكومة ونوابها في البرلمان من تثبيت رواية أن الحريق مفتعل بالفعل؟ يريدون امتصاص غضب الشارع العراقي وإعادة ثقة الشارع المفقودة بهم، حيث إنهم يستصغرون هذا الشعب ويستغفلونه ظنا منهم أنهم سيعودون ليتسلقوا على أكتافه والصعود إلى قبة البرلمان من خلال كسب الأصوات، ولا يعلمون أنهم قد سحب البساط من تحت أقدامهم، ولا ثقة للشعب بهم، ولن يكون هناك أي ثقة بهم. فأين هي اللجان التحقيقية في قتل المتظاهرين؟ أين هي اللجان في حرق مستشفى الخطيب؟ أين هي اللجان في الجرائم المفتعلة، في غرق الأموال في المصارف، في حرق أحد طوابق وزارة الصحة؟ أين هي اللجان؟ ما الذي فعلته اللجان؟ فقط حبرا على ورق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إذا كانت بالفعل هناك جريمة مدبرة، يعني من المنتظر أن تقوم الحكومة بما عليها من تحقيق ومحاسبة الفاعلين، ما الذي تتوقعونه من الحكومة في هذا الصدد سيد حسن؟ والله ما أقول، ما أعرف شجاوبك شكلك شتتقع بعد. ما الذي يتوقعه؟ توقعنا خيرا فجوبهنا بالرصاص، خرجنا سلميين فقتلونا، طلبنا منهم إصلاحات فقاموا بقمعنا، أردنا منهم وطن فشيطنوا مظاهراتنا وقمعونا وحرقوا خيمنا. فما الذي نتوقعه منهم؟ لا نتوقع منهم خيرا، ولا نريد منهم سوى أنهم يتركوننا وشأننا. فلقد بلغت الألسن الحناجر. لا إله إلا الله، مللنا من الناشدات، مللنا من المطالبات، بحت أصواتنا يا ناس. إذن الناشط في التظاهرات حسن هادي، كنت ضيفا عبر الهاتف من الناصرية، شكرا جزيلا لك.